مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في أول خروج له بعد اختفائه منذ يوم الخميس الماضي، كشف الصحفي المعارض الجزائري تفاصيل اختطافه من طرف عصابة إجرامية من أجل نقله من إسبانيا إلى الجزائر، وكيف تدخل الحرس الإسباني في آخر لحظة حيث تم إنقاذه بالصدفة على حد تعبيرها. الصحفي هشام عبود المعروف بانتقاده وفضحه للنظام في الجزائر كان على موعد مع ساعات طويلة من العذاب والخوف بعد أن تم اختطافه مباشرة بعد وصوله إلى إسبانيا قادما من بروكسل بالقرب من إحدى البنايات التي كان ينوي الإقامة بها لأيام قليلة. وقال لقد كانوا 4 أشخاص قاموا بجري بعنف في الشارع ونزعوا مني هواتف النقال والحاسوب وجواز السفر ووثائق متعلقة بهويتي وأدخلوني إلى سيارة سوداء اللون ثم انطلقت بسرعة حسب تعبيرها. وأكد الصحفي المذكور على أنه لن يتأخر في مطالبة رئيس الحكومة الإسبانية لإدانة هذا العمل العدائي للنظام الجزائري الذي لجأ إلى خدمات منظمة إرهابية على الأراضي الإيبيرية لتنظيم اختطاف الصحفية السلمية. هذا وفي ذات السياق يبدو أن الانفصالي محمد راضي الليلي المقيم كلاجئ في فرنسا قد ارتكب غلطة العمر بوضع قدمه في الطائرة التي قد تقله قريبا إلى المغرب بعد تورطه في قضية مثيرة للجدل. الليلي أصبح محط أنظار السلطات الفرنسية بعدما أشاد بعملية اختطاف المعارض الجزائري هشام عبودة. السلطات الفرنسية تنظر بجدية إلى هذه التصريحات التي قد تعتبر انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان وحماية اللاجئين، وفي حال ثبوت هذه الادعاءات قد يواجه الانفصالي محمد راضي الليلي خطر الترحيل إلى المغرب. هشام عبود الذي يعتبر واحدا من أبرز الأصوات المعارضة للنظام الجزائري نجا من محاولة اختطافه وهو ما أثار استياء واسعا في الأوساط الحقوقية. من جهتها لم تصدر السلطات الفرنسية بعد أي تعليق رسمي حول الحادثة. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.